انا كيفاش راهي العجوز؟ في حاله خطيره يا صالح. الطبيب دبر علينا نخرجوها من السبيطار باش تكون في دارها كي يلحق الاجل. راكي تسمعي فيا يما؟ يما جاوبيني يا يما، جاوبيني يما. يما انا سليمه، يما سليمه. بركي ما تعيي فيها يما، حل عينيك وشوف فيا يا يما، حل عينيك. بركي سليمه هي راهي غرقة في الدخان وانت راكي تكعري عليها. لو كان راهي قادره تحل عينها ما راهيش في هذه الحاله. هيا نوضي نوضي نوضي، خليها تريح. نوضي نوضي. خليني مريم، انا منها ما نزغدش. وانت لك ما عندكش غير روحك تلهي بيه. يما يما الا كاش ما يدك قادره عليه تفضلي، احنا ماذا بينا ديري معجزه وتردي لها الروح. نرد لها الروح؟ وعلاش خرجت منها يما؟ يما بعد الشر عليك يا يما، يموت العديان ان شاء الله. مازالت البركه، ما زلت تعيشي معنا عوام طويلة يا إما. إما ما نحبش نشوفك في هذه الحالة يا إما. عندك الحق، كاين شغل راه يستنى فيا، نروح نلتها به الخير. أنا في هذا الدار موالفة بالشغل وما عنديش الوقت للتكعرير. إما إما أنا بنتك العزيزة إما. إما إن شاء الله تبرها إما. الوقت ما راش دواز بيناتنا. وعلاش؟ انا راني ناكل في حم الناس. تفهمنا انا وياك نسحفوا كل واحد باش العجوز تجوز ساعتها الاخيره في الراحه. ما نداوس ما والو، غير ما تخافش. انا اللي جنني كي نشوف تكعرير ديال سليمه اللي تحب يمها غير اليوم اللي تحس بها. اعوام كامل ما تفكرتهاش، واليوم زعما غادها حال يمها. اي بركاينه، ودروك هذا الغاشي اللي عمر الدار يلزمنا نتاو به. شفت وين راه الصح؟ في عود اللي تشمر على درعتيها وتقوم بلازمتها، هي غير لحقت بدات تكعرر علينا، وراهي عند راس ديك المغبونه تزيد لها في وجع راسها. صحه صحه برك، انا من هذا الكلام ما فيه فايده. انا ماذا بيا تقولي لي واش يلزم للدار باش نروح نقضي؟ واش يكفي اللي جبتو ما يكفيش. اللي لازم لازم قولي وربي يعمل تاويل. انا نقول لك الصح يا خويا يوسف، الا راهي في عشات ليله معليش ولا يباتوا ولا غير يقعدوا لي هنا يعلفوا. انا هذه ما قنيش قادر عليها، ما عنديش الصحة وانا همي يكفيني. الطبيب قال باللي حالها ما فيهش امل، وهي كان دايما توصي باش تجمع ولادها وبناتها في لحظتها الاخيرة. اتهلاي يا اختي مريم، اتهلاي، قومي بواجبك وربي يعمل تاويل. واش العجوز راكي تحسي روحك مليح؟ ريح الدنيا كتير فيا يما. يما يما رانا كامل هنا معاك يما. يما رانا بقربك يما، راك تسمعي فيا. انا سليمه يما، عقلتيني يما. كيفاش راك تحسي في حكاك شويه؟
يوسف وصالح وليد وريضه اللي جاو من فرنسا باش يطلعوا عليك يما. يما يما واش العجوز ما زالت البركه ربي يطول لك العمر. عدلال يما المسكينه فكرت خويا علال الله يرحمه. يما ما يكون غير خير تبراي ان شاء الله تبراي ان شاء الله. يما علال اتكلم قل لهم أوليدي علال يوسف وش بيدنا نعملو باش نقصو عليها الشدة؟ وش قال الطبيب؟ الطبيب ما فيه الدوش ودروك على حسابه الأمر ديالها راه بين يدين خلقها. وهذا الطبيب اللي حكم عليها بالموت قادر يعرف ولو كان يشوفوا لها طبيب آخر بلكي يفيدها. يوسف يا أخويا ما نخلوهاش في هذه الحالة يلزم نعمل المستحيل باش نشوفوها. سديمة تحدني عملنا اللي قدرنا عليه في السبيطار الأطباء استكلفوا بها كما ينبغي باش يشافيوها وينقصوا عليها شدة بصح الله غالب 15 يوم وهي في السبيطار وش اللي قدرنا عليها عملناه بلا ما تدبري علينا انتيا وقبل ما تلحقي. انا اعتبر بلي حتى شي ما هو زايد في يمه واللي عملناه قليل وانا اللي معول على كل شي في خاطرها. يوسف يلا نرفدوها ندوها لكاس السبيطار في الخارج. هذه تكون فيها خساره بلا فايده. همالا كيفاش نخلوها تموت ونبقاو نتفرجوا فيها ويديها مكتفين. روحي انتي يا همالا ردي فيها الروح وطولي لها العمر رديها صغيره باش تشطح معاك. تشطح معايا واش هذا الكلام مريم واش وصلنا للشطيح؟ ماذا بينا كامل ما نطولوش في الكلام ماشي وقته. يوسف روح شوفي همالا وجيب لنا القضيان الوقت باش نوجدوا العشاء واللي جاه عليه البكاء خليه يبكي على روحه. مريم هاد كاري ما قبلش منك لكاش ما في قلبك يلا فرغ الزود راني مش درك الصح. ايوا بركه هنا من التواس وانت روحي قالي مع العجوز يلا هيا. هيا مريم نتفاهم واش نجيب قضيه. جيب اللي حبيت مصاريف القضيان فهموا عليهم كامل كيما رانا خذ ولا ما كفاوش نزيد. لا سليمه ماهيش مساله فلوس. ما عندك رانا محتاجين فلوس ويلزم لنا بزاف الفلوس باش نعيشوكم بيد ما كل واحد يروح في طريقه. علمي يا مريم بلي هنا رانا في دار يما وما راكي رافده حتى واحد على ظهرك. يما فين اليوم اللي تفكرتيها بلي عندها الدار؟ انا يما عمري ما نسيتها. بركي بركي هذا قريب عام ما شفتكش هنا. مريم كوني عاقله ماهوش ممكن سليمة وصالح اللي هما عايشين في الخارج يقسموا رواحهم نص يبقى لهيه ونص يبعثوه لهنا. علاش عليهم عندهم علماش راهم تاكلين هنا. او مريم راكي تبالغي كل واحد من ولادها قام بواجبه وعمل مجهوده معاها. راح تقضي وخلي الغط على فم البير المدام شهور كامل خبرها ما ظهرش ودرك راهي قريب تغرقنا في بحر دموعها على يماها.
يماك يا سليمه يا اختي العزيزه كنت تجي تبكي عليها كي كانت في الفراش هذه مدة عوام. ما تديريش عليها سليمه وتهدنوا، خلوا العجوز تجوز وقتها الاخيره في الراحه. غيوره قبلك حل من زمان، راتها موت انت النومنا. واش يوسف نجي معك؟ ما كان لا، ما تخليش هاد الزوج يوصلوها للغشام. كيفاش راك تحسي في روحك يما؟ يما راك تسمعي فينا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ها هو الطبيب أستاذ. تفضل. هنا. مش المصاريف، انا مستعد نخسر ملايين عليه ما باش تبرع. خليه يخدم خدمته واللي هو قادر عليه راه يعملو. الموت حتى واحد ما يعرف واش وقتها من غير رب العالمين. دكتور لك مازال فيها أمل. الأمل في الحياة ما عندوش حد، بصح على حسب التقارير والفحص الطبي نتاعي العجوز نتاعكم راهي عيانة بزاف. وما نقدرش نقصوا عليها هاد العيا، ما عندوش دواء. دواء راه عند ربي سبحانه. ياك يقول السبب يا عبدي وانا نعينك. سليمة تهدني، أكدتي عليا باش نجيب طبيب، هاني جبته أنا. طلبت الطبيب اللي داويلي يما. هذا الطبيب يعرف الخدمة ديالو واللي هو قادر عليه راه يعملو، يلزمنا نديرو الثقة فيه. أنا اللي غلطة، أنا اللي غلط. لو كان عرفت هكذا ما نشقاش حتى لهنا، نقعد تم وانتوما اللي تبعتوها لي للهيه ونستكلف بها كما يلزم. اي بوي دابور سوني با ترو تار. يما يما راني عزمت نديك معايا لفرنسا، تم الأطباء ما يستقنعوش بالأجوبة المكتوب،
يوسف هيا عاوني، هيا عاوني ندعو يوسف. يما ما نسمعش فيك يما. سليم. يما يوسف يلا نعملوا تليفون اوروبا اسيستانس يبعثونا طياره، كل شيء سهل، كل شيء سهل. يوسف اسمعي يا مدام، نشكرك على حبك ليمك ونشكرك على المجهودات والاخلاص نتاعك باش تشافيها، بصح من واجبي نقول لك باللي يماك راهي في حاله الموت، وفي الحاله هذه لا اوروبا اسيستانس ولا غيرها ما عاد يفيد والو. ما يكون غير الخير ان شاء الله. بارك الله فيك دكتور. يما العزيزة وحاجة يما، يما يما انا دابا نعيش اللي نهضر فيها يما، يما غادي معانا ما تروحش علينا يا يما العزيزة يا يما، يما يما غادينا معانا يا يما، ما تخليناش تروحي علينا يا يما. لا جوز انا صالح، عقلتيني انا وليدك الثاني، كنت سميتيني بو تفاحه على خاطر واحد النهار جبت لك تفاحه من الحوش وكليناها في زوج. راكي تابتة، راكي تسمعي فيا. زوج الام حنيفه توفى عام 1945، خلى للمسكينة 4 أولاد وبنت. موسى، صالح، يوسف، علال وسليمة. من يوم غياب مول البيت البؤس زاد ثقال على العائلة، ولكن رغم هذا الأم حنيفة عمرها ما ضيعت أمالها في الحياة وما فشلتش في كفاحها ضد المشقة والصعوبات اليومية. عبر الزمن حنيفة خدمت، صبرت للتعب والهانة، سترت أولادها من الجوع وخفت عليهم الهانة، عيشتهم، رباتهم وكبرتهم حتى النهار اللي خرجتهم من الصبيانية وانفتحوا للدنيا. اليوم زوج من أفراد عائلتها موسى وعلال رهم غايبين عن الأسرة. مريم هي زوجة موسى الولد البكر لعائلة حنيفة، كانت ديك المغبونة يتيمة بلا عائلة، خضتها الأم حنيفة لعائلتها وزوجتها لوليدها. راني جاي، سمحوا لي الخبر دوك نرجع. سلام. روح وتهلا في روحك، ما تنساش برك تبعث لنا شي اللي تقدر عليه، رانا تاكلين عليك. هذه ما كلاش توصيني عليها، الدراهم اللي يكونوا راني نبعثهم لكم، راني مهاجر باش نخدم على العائله. بارك الله فيك. ما تنساش البلاد ودير في بالك الحالة اللي فيها شعبنا تتغير، وهذا التغيير يكون والو تسيل عليها ويدان تاع الدم. خلينا من البوليتيك ديالك
وانت قانا شوف كاش خديمة تعاون بها العجوز. البوليتيك غير منها اللي جينا الخير بها، أما العبد يموت ما إلا يعيش، وحنا رانا معولين نستعملوها باش ننجحوا ونعيشوا بها. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أيوة بقى على خير. سلامة. تهلا في العائلة. ما تخافش ربي يسهل. صالح من على مدة قليلة راك تسمع بينا. على في ولا مور وتحيا الجزائر. بصحتهم يا وليدي بصحتهم. شكرا تاع السميد اللي جبتوها لي عجنتها كاع، لازم تجيبوا لي شكاره اخرى. رايحين يجيبوا لك واحده، كل شيء منظم. هاد القرة اللي راكم تعملوها في فرنسا رايحة تطول بزاف. ما نظن شيء فرنسا ما تقوىوش معانا، نعطوا لها طريحة مليحة هكذا نتهنوا منها ضربة واحدة. إن شاء الله يا وليدي إن شاء الله. تهلاو في رواحكم وربي يقوي صفوفكم. احنا رانا معولين على الكفاح حتى للنجاح، نكافحوا حتى نخرجوا فرنسا من بلادنا. ربي راه معانا يا وليدي وما يسمحش في الفقراء والمساكين. يوسف مازالوا في البلاد الكبيرة. هذاك فقراء يهبلتو كتب بريا ويقول فيها باللي راه يخدم في تبرنا ياكل ويرقد فيها. ايه مالا خبزها يا قولي ياك راهو يبعث المصروف. راهو يبعث يكثر خيره، وصالح من اللي راح الغربة ما خلاناش. إلا كملت هكذا لبس يا ولد رد بالك راي مسلح. أنا يلزم لي وحدة هكذا. موسى حلوة هيا سهل جيب جيب. ادو معاكم دوك الشكاير بعدين. الحمد لله بصحتك.
يما اسمحي لي، نطلب منك السماح على كل ما عملته فيك. يما راك تشوفي فيا اليوم، ياك ما دخلتش في طريق الفساد اللي كنت خايفة منه، كونت بيت حلالي مع جمال، ومعاه كونت عائلة شريفة وطاهرة، عندي بنات وأولاد مربيين في الطاعة والدين. يما تعرفي بلي كنت غلطة فيا، راني عارفة بلي قابحتك بشدة وبلي زعفت عليا بزاف. يما يما اسمحي لي، يما اسمحي لي يا يما، اسمحي لي اسمحي لي يا يما. خلاص هم عطاوك. شوفي يلا حنيفة، ان شاء الله ربي يوفق بيناتنا. ان شاء الله اللي كتبه ربي في الجبين ما ينحي واليدين. بالسلامة. الله يزين سعدهم رب سعدها من الصيف. ان شاء الله يزين السعد. ان شاء الله يفرحك. الله خير. وش دير عنا الزهر؟ تطلع علينا ومن غير هذا راهي متمنية حاجة ربي يوفقها ويساعد المؤمنين. ما عندكش حق يا إما تصفي بحياتي بلا ما تشاوريني، ومراني الصغيرة ونرضع في صوابعي. الحليب ديال صدري مازال في فمك، والبول ديالك مازال في حجري. قدرك ربي واحد العدارية تبقى بحيني وتطولي لسانك عليا. واش تعرفي في هاد الدنيا؟ البارح برك خرجتي من كرشي، منين جاتك هاد الفهمة اللي راكي تزوخي بها؟ خليني نشرب دمها وناكل نعمها. خليني. اتهدني يما اتهدني، ما قاتلكش كلام لي وصل للزعاف. انت تاني راك من جهتها تفهمتو كامل على راسي، والله وبالكفاره وصيام العام ما تجوز واحد كلمتو عليا ما دامني حيه في هاد الدار. احنا كامل هنا في هاد الدار محتارمينك يا يما، بس يلزم شويه. واش يلزم شويه؟ تقبل التعذير ديالها؟ لا لا يما، اللي حبيت نقول ديري ربي والنبي في قلبك. انا ربي والنبي دايما في قلبي، ما راني واقفه وشده غير بيهم. ايه درك قلبوني جاهله وكافره. لا لا يا يما، ما قلناش انت جاهله وكافره، حاشا لله. اللي حبيت نقول باللي سليمه عندها شويه حق، على خاطر عندها شويه راي في زواجها يا يما. واش تعرف باش يكون عندها راي؟ الزواج نتاعها انا اللي مستكلفه به، هي بنتي وزواجها انا المسؤوله عليه. يما انا ما رانيش عايشه باش تبيعيني وتشير فيها كيما يهرك. لا يا يما، زواجي انا الاولى معليه به وعندي راي فيه. وانا نقول لك ونعاود لك باللي في هذا الدار من نهار مات باباك انا هي مولات الراي، وزواجك حتى واحد من غيري انا ما عنده راي فيه. ونعلمك باللي راني عطيتك لدار الله صهور، ناس ما عندنا ما نقولوا فيهم، وعائله بالشان والطبع، وليدهم ما عندنا ما نخيروا عليه. نهار الجمعة راهم جايين باش نقطعوا الشرط. الحليب ديال صدري مازال في فمك، والبول ديالك مازال في حجري. قدرك ربي واحد العدارية قبحيني وتطولي لسانك عليا. ها واش تعرفي انت في هاد الدنيا؟ البارح برك خرجتي من كرشي، منين جاتك هاد الفهمة اللي راكي تزوخي بها؟ قولي لي، خليوني نشرب دمها وناكل لحمها. اللي تعلم
نالي فيقوا بها العسكر باللي راهي تعجننا راهم يتبعوها بلا ما يكون على بالها حتى توصلهم لهنا لعندنا. خليهم يتبعوها رانا نلاقيهم كيما يلزم. خف خف قريب كانوا يعرفوا بيا. واش فريد واش حبوا عندك؟ سحساوني وجيت نعمل في البلاد ولا راني معاون نقعد هنا. واش قلت لهم؟ جاوبتهم وسقساوني على موسى اللي راني نتلاقى به. ايه واش قلت لهم؟ قلت لهم بلي انا وياه كل واحد في طريق وهذه مده ما شفته ما شافني. ما هل قالوا من فمك ورميه؟ وعلاش؟ جبهه قالت لي الدخان ممنوع. وانت كلفوك تطبق الاوامر. انا راني نصيب ويتكيف وكاين ما نحيش القارو من فمو راني نعملو التاويل باش يقطعوا له من اخره. صح انا اخوك تهلا فيا. ها؟ ما تخافش. انت اليوم راك مسامح على خاطر ما على بالكش براني. بصح رد بالك تعاود. واش بهذ الشده اللي راك فيها؟ اه ما عقلتهمش. هذو هما الحوايج اللي جبتهم لي. راك لابسهم كي بوغ الروس. ها هو خاطيك لا سيفيليزاسيون يا خو. اي اي انا عم بالي كي هجرت البلاد باش تخدم على شرك وان شاء الله. يما لا لما شرحت من الدار باش نزهى ونتمتع. واش تقولوا فيا؟ خليتكم نسيتكم ما بعثتلكمش الدراهم كامل اللي راني صور راني نبعثهم لكم. ما نخلي عندي غير القليل باش نقوت به الروح. اي كثر خيرك وربي يعطيك صحتك. مريم اش هذي؟ واش تقولي فيا؟ نجيت الاعانه ما عندنا ما نقولوا. احنا ما رانا عايشين هنا غير بدراهم اللي تبعتهم لهيه. اما لا واش بها زعفانه عليا؟